الدكتور محمد عبد الجواد، الدكتور ابراهيم شعلان على تنظيم الجيد. بداية موضوعنا عن الاسبروسين. الاسبروسين as a new promising player in the treatment of diabetes and obesity. ليه اخترنا الاسبروسين؟ الاسبروسين is an adiponectin discovered newly in 1960. ايه علاقة الاسبروسين باللي هو الدايبيتس والاوبستي؟ ايه الامبورتنس اوف تريتمنت اوف فايندينج تريتمنت فور دايبيتس اند اوبستي؟ اولا لان الدايبيتس مشكله كبيره جدا، تمثل حوالي يعني نسبتها حوالي 15% من البوبيوليشن اللي هم عمرهم من 20 لحوالي 80 سنه. 15% كتير خالص. وايضا الاوبستي يعتبر واحد من كل ثلاثه من الانديفيدوالز سفرنج فروم اوبستي. تاني حاجه ان هي فيري يعني مين بيبقى ذا موست فريكوينت اند كوستلي ميتابوليك بروبلم ان ذا ان ايج. بتكلف كتير ومشكله مزمنه، ولان الدايبيتس ايضا بيؤدي الى مشاكل كثيره جدا، سواء كان فاسكولار، سواء كان على الاي، بيعمل ريتينوباسي، بيعمل نيفروباسي، بيعمل ميوروباسي، بيعمل كارديو فاسكولار ديس اوردرز. فلذلك لابد ان احنا ايه نبحث عن نيو تريتمنت فور دايابيتس اند اوبستي. الباثوفيسيولوجي اوف دايابيتس ميليتس، طبعا احنا عندنا تايب 2 تايب 1 وتايب 2 دايابيتس ميليتس. التايب 1 mostly due to autoimmune destruction, autoimmune disease، نتيجة auto antibodies بتعمل destruction للبيتا سيلز. التايب 2 يا إما إن الإنسولين بيطلع بكمية قليلة، يا إما إن الإنسولين بيطلع ولكن بيحصل إنسولين ريزيستنس، يعني الإنسولين ما بيعرفش يشتغل على التارجت تيشوز زي السكليتال ماسلز والأديبوس تيشوز، إن هو ما بيعرفش يشتغل على الريسبتورز. او اما ان اللي هو الهايبر جلايسيميك هرمونز بتطلع بكميه كبيره، وبالتالي فبيطلع اكسس جلوكوز او اوت بوت، بيطلع كميه جلوكوز بيحصل بتزيد عمليه الجلايكوجينولايسيس، يعني بتحول الجلايكوجين الى تخزن في الليفر، وبالتالي هيحصل هايبر جلايسيميا. يعني في كل هذه كل هذه الاسباب هيحصل مين؟ هيحصل هايبر جلايسيميا، اما ان الانسولين قل، او اما ان الانسولين بيطلع ولكنه ما بيعرفش يشتغل على الريسبتورز فما بيدخلش الجلوكوز داخل الخليه، واما ان الانسولين بيطلع بكميه كبيره اللي هو متخزن في الجلوكوز بيطلع بكميه كبيره من الليفر نتيجه عمليه الجلايكوجينولايسيس. طبعا في اندوكراينوباسيس، وفي بعض الهرمونز اللي بتزيد الهرمونز ديت بتؤدي الى هايبر جلايسيميا، زي اللي هو زياده الكورتيزول بيعمل سترويد دايابيتس، زي الادرينالين، زي الثيروكسين، زي اللي هو الثيروكسين، كل دي بيعمل مين؟ بيعمل لنا اندوكراينوباسيس وبيعمل لنا سكندري دايابيتس. طيب الديسكفري اوف اسبروسين، وايه علاقه الاسبروسين بالدايابيتس والاوبستي؟ طبعا الاسبروسين اول ما اكتشفه اتول تشوبرا، دي ان استراليان دكتور، اكتشفه وايل ستادينج ان يونيتال كيس كونجينيتال ديزيز اسمه كونجينيتال يونيتال بروجريس سندروم. كونجينيتال يونيتال بروجريس سندروم دي رير كونديشنز، وجد ان السندروم ديت بيحصل عندهم ميوتيشن في الفايبرين 1 جين، بيحصل ميوتيشن وبيحصل كات للسي تيرمينال بارت بتاع اللي هو الفايبرين 1، واطلق عليه اللي هو الاسبروسين، اطلق على السي تيرمينال اللي هو كات ده اسبروسين. يعني هو وجدوا ان هو بينتج نتيجه ان حصل ميوتيشن في اللي هو الفايبرين 1 جين، ادى الى ظهور الاسبروسين.
الاسبروسين؟ الاسبروسين دي انوفل ادوبوكين نويلي ديسكفرد بروديوسد ان ماملز باي وايت ادوبوستيشن الاسبروسين يؤدي الى هايبرجلايسيميا ويؤدي ايضا الى انكريز الابيتايت. هايبرجلايسيميا فدي بيزود لنا مين؟ بيزود السكر. وانكريز الابيتايت هيؤدي الى الاوبستي. وليه طبعا اذر اكشنز هنذكرها دلوقتي ان شاء الله بعد قليل ان شاء الله. طبعا ايه هي الوايت ادبوس تيشو؟ طبعا احنا معلوم ان الادبوس تيشو بينقسم الى قسمين، يا اما وايت ادبوس تيشو يا اما براون ادبوس تيشو. البراون ادبوس تيشو دي معروفه ان هي بتتكون في الانفانسيس، في الانفانتس في بيهايند اللي هو في الباك، في الباك اوف ذا شولدرز ابوف ذا كيلز. فايدتها ان هي بروديوس ذا هيتس تو كيب او تو مينتين ذا بودي تمبريتشرز ان كولد ويزرز. يعني هي بتحافظ على درجه حراره الطفل، ومهمه جدا هي بتمنع الطفل ان هو يحصل له هايبوثيرمي. اما الوايت ادبوس تيشو فدي بتبقى موجوده سبكوتينيوس واراوند الفيزرا ودي تعتبر ان اكتف اندوكراين جلاندز. الوايت ادبوس تيشو بروديوس برو اند انتي انفلاماتوري ادبوكينز زي اللي هو الليبتين وزي اللي هو التيومر نكروزس فاكتورز وزي الانترلوكين 6 وزي اللي هو اللايبوبروتين لايبيز وزي اللي هو الادبونكتين والريزستين. كل دي حاجات تطلع منين؟ من الوايت ادبوس تيشو ادبوكينز. النيولي ديسكفرد ادبوكينز اللي هو سكريتد باي ذا وايت ادبوس تيشو اللي هو الاسبروسين، الاسبروسين دي ديسكفرد في اللي هو 1916. طيب الميكانيزم اوف اكشن اوف اسبروسين ازاي بيشتغل؟ اللي هو الاسبروسين، الاسبروسين بيشتغل ازاي؟ طبعا الاسبروسين بيشتغل على بكذا مكان، بيشتغل على الهايبوثالامس وبيشتغل على ايضا على اللي هو البنكرياتيك بيتا سيلز وبيشتغل على الميزينكايمال ستيم سيلز وعلى السكليتال ماسلز. بيعمل ايه على اللي هو في الهايبوثالامس؟ في الهايبوثالامس بيشتغل على الهايبوثالامس زي ما احنا شايفين في الرسمه دي. على الهايبوثالامس بيشتغل على الهايبوثالامس عن طريق ان هو بيعمل اكتيفيشن للسايكليك اي ام بي عن طريق اللي هو الجي بروتين. طبعا الجي بروتين دي اللي موجود اللي هو المفتاح اللي موجود على الخليه اللي عن طريقه بيحصل اللي هو الايه الباثويز اللي بيحصل بيها اللي هو الايه الميكانيزم بتاعه الهرمونز. الجي بروتين بيحصل له اكتيفيشن للسايكليك اي ام بي، والسايكليك اي ام بي لما بيحصل له اكتيفيشن بيحصل اكتيفيشن للبروتين كاينيز. لما بيحصل اكتيفيشن للبروتين كاينيز بيعمل لنا اكتيفيشن للابوتي ريليتد بيبتايد نيورونز اللي هي موجوده في الهايبوثالامس. ومعلوم ان الابوتي ريليتد بيبتايد نيورونز دي لما يحصل لها اكتيفيشن تزود ايه؟ يحصل زياده في الابيتايت. زياده في الايه؟ ابيتايت. معلوم ان الهايبوثالامس بتتحكم في البودي تمبريتشر، ريسبونسبل فور ذا بودي تمبريتشر ريجوليشن فور ذا فود لا يعني تعتبر يعني مهمه جدا، معلوم ان هي مهمه جدا طبعا بيحصل استيميوليشن ابوت ريليتد بالتايد نيرونز وبالتالي بتزيد اللي هي الابيتايت. وفي نفس الوقت بيحصل انهيبيشن للبرو اوبيوم ميلانوكورتين نيرونز. هناخد دلوقتي بالتفصيل هو بتعمل ايه على الهايبوثالامس او على البرين. نيجي بعد كده على الاكشن بتاع اللي هو الاسبروسين على الليفر. بيعمل ايه على الليفر عشان يحصل لنا اللي هو الجلوكونيوجينيسيس؟ بتزود الجلوكونيوجينيسيس، وبالتالي لما يزود الجلوكونيوجينيسيس هيزيد الايه؟ البلاد جلوكوز ليفر.
اول حاجه بيحصل ايضا اكتيفيشن للسايكليك ام بي عن طريق الجي بروتين، وايضا الاكتيفيتنج سايكليك ام بي يؤدي الى اكتيفيشن اوف بروتين كايناز باثوي، ودي هيؤدي في الاخر الى زياده الجلوكوز ريليز من الليفر، وبالتالي هيزيد اللي هو الايه البلاد جلوكوز ليفل. البلاد جلوكوز ليفل الاسبروسين بيروح على البنكرياتيك بيتا سيلز ويروح يمسك فيه ريسبتورز اسمها تول لايك ريسبتورز 4. تول لايك ريسبتورز 4 دي موجوده على في البيتا سيلز. دي لما بيحصل لها استيميليشن بيحصل انهيبيشن هنا بيعمل انهيبيشن للسايكليك اي ام بي، مش استيميليشن بقى زي ما كان بيعمل هناك في الايه في الهايبوثالاموس وزي ما كان بيعمل في الليفر، لا هنا هيعمل انهيبيشن للسايكليك اي ام بي واستيميليشن للجي ان سيجنال كاينيز باثوي. طيب لما يعمل انهيبيشن للسايكليك اي ام بي يبقى مش هيطلع الانسولين، ولما ما يطلعش الانسولين هيزيد البلاد جلوكوز ليفل. لما يعمل انهيبيشن لما يعمل استيميوليشن من جي ان سي تيرمينال كاينيز باثوي هيحصل ان هو هيحصل انفلاميشن وابوبتوزيس في البيتا سيلز، وبالتالي هيقل الانسولين سيكريشن، هيقل الانسولين ايه الانسولين سيكريشن. اما على الميزنكايمال ستيم سيلز فهو بيعمل استيميوليشن للاكسترا سيلولار ريجوليتد كاينيز باثوي، الاكسترا سيلولار ريجوليتد كاينيز باثوي، وبالتالي هيؤدي الى اللي هو زياده السوبر اوكسايد ديسميوتيز 2. السوبر اوكسايد ديسميوتيز 2 دي عباره عن انتي اوكسيدنت افكت. معلوم ان الجسم بيكون اوكسيدنت باستمرار، وعندنا اوكسيدنت وانتي اوكسيدنت، كل ما زادت الاوكسيدنت كل ما زاد السيل ديس، وكل ما حصل دامج للتيشوز وكل ما حصل مشكله. فهو هنا بيزود السوبر اوكسايد ديسميوتيز انزايم اللي هو ليه ايه اللي هو ليه انتي اوكسيدنت افكت. السوبر اوكسايد ديسميوتيز انزايم لما بيزيد طبعا دي بيقلل الاوكسيديتيف ستريس اللي بيحصل فيه اللي هو الميزنكايمال ستيم سيلز، وبالتالي هيقل اللي هو الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، وبالتالي هيحصل هيقل الابوبتوزيس والديس اوف ذا سيل. يعني بمعنى اصح ان الاسبروسين نقدر نقول ان هو بيزود الانتي اوكسيدنت افكت، فبيقلل السيل ديث فبيقلل الابوبتوزيس اللي هو السيل ديث. اما على السكليتال ماسلز فان هو بيروح يعمل استيميوليشن على السكليتال ماسلز بيروح يعمل اكتيفيشن للبروتين كاينيز سي دلتا، بروتين كاينيز سي دلتا ساركوبلازميك اندوبلازميك ريتيكولوم كالسيوم اي تي بيز باثوي، وبالتالي هيعمل ميديشن للانفلاميشن لعمليه الايه الانفلاميشن. دي ببساطه اللي هو الميكانيزم اوف اكشن اوف اسبروسين اللي من خلالها بيؤدي الى مين الاكشن بتاعه. الميتابوليك افكت اوف اسبروسين بمجرد ما الاسبروسين بيطلع، طبعا احنا قلنا الاسبروسين بمجرد ما يطلع الاسبروسين فبيروح للتارجت تيشوز للليفر والهايبوثالاموس ويروح للبنكرياتيك بيتا سيلز، بيؤدي الى زياده اللي هو الجلوكونيوجينيسيس. قلنا على الليفر بيعمل ايه؟ ان هو بيروح الاسبروسين يمسك في التول لايك فور ريسبتورز وبيعمل اكتيفيشن للسايكليك اي ام بي بروتين كاينيز باثوي، وبالتالي هيؤدي الى عمليه الايه؟ زياده الجلوكونيوجينيسيس اللي هي وان اوف ذا ميكانيزمز اوف اوكيرنس اوف دايابيتس ميليتس. وايضا الميتفورمين والجلوكوفاج بيشتغل عن طريق ان هو بيعمل انهيبيشن لعمليه الجلوكونيوجينيسيس، عمليه الايه؟ الجلوكونيوجينيسيس. الاولفاكتوري ريسبتورز ديت اللي هي موجوده على الاسبروسين بيروح يمسك في الاولفاكتوري ريسبتورز اسمها اولفاكتوري ريسبتورز اللي هو 734، دي موجوده على الوول بتاع على السيرفيس وول بتاع الهيباتوسايتس، على السيرفيس وول بتاع الايه؟ الهيباتوسايتس اسمها اولفاكتوري 734
4 ريسبتورز موجودة على الويب بتاع اللي هو الويب بتاع اللي هو الهيباتوسايتس. بمجرد ما تمسك في الريسبتورز بيحصل اكتيفيشن للسايكليك اي ام بي، وبالتالي بيحصل جلوكوز ريليز للبلاد، وبالتالي بيزيد البلاد جلوكوز ليفل، البلاد جلوكوز ليفل. نعم لا لسه يعني مش اكمل يعني دقيقتين. الاكسبيرمنتيشن اون هيومنز اند مايس، الاكسبيرمنتيشن اللي اتعملت على الاسبروسين في فيو اكسبيرمنتيشن دان اون ذا هيومن، يعني الاكسبيرمنتيشن اللي اتعملت على الهيومن كانت قليله جدا، اما على المايس فاتعملت اكسبيرمنتيشن كثيره جدا، ومن خلال هذه الاكسبيرمنتيشن وجدوا ان في زياده في البلازما اسبروسين في الناس اللي عندهم انسولين ريزيستنس. لما حللوا الاسبروسين وجدوه بيكون نسبته عاليه طبعا بالنانو جرام، وبيزيد دبل، بيوصل للدبل في حالات الاوبستي. وجدوا الناس اللي عندهم ايضا بيكون عندهم الاسبروسين بيكون عالي ايضا بمقارنه بالهيلثي بيرسونز. وجدوا ايضا ان الاسبروسين بيكون عالي ايضا، ودي حاجه هتنفعنا في الباثوجينيسيس بتاعه الجستيشنال دايابيتس ميليتس اللي هو سكر الحمل. ان وجدوا الاسبروسين بيكون عالي في الناس اللي هم عندهم جستيشنال دايابيتس ميليتس مقارنه بالكنترولز. ايضا وجدوا الاسبروسين بيكون عالي في الناس اللي عندهم ايضا تايب 1 دايابيتس ميليتس في المايس، في الايه، في المايس. طبعا من ضمن الدراسات ايضا ان وجدوا ان احنا لو عطينا كل ما نقلل الاسبروسين كل ما يقل البلد جلوكوز ليفل، كل ما يقل البودي ويت. البودي ويت وجدوا ان الاسبروسين يعتبر كمقياس وبايو ماركر لمين؟ للي هو الاوبستي والبودي ماس اندكس. وجدوا ان احنا لو عملنا نيوتراليزيشن للاسبروسين بالاسبروسين انتي بوديز، دي بيؤدي ايضا الى نقص البلاد، ان البلاد جلوكوز ليفل يقل، وايضا يقل الويت. لذلك ووجدوا ايضا ان الاولفاكتوري ريسبتورز اللي هي موجوده على السيرفيس وول بتاع الهيباتوسايتس لو حصل لها ديفيشنسي دي بتؤدي الى نقص البلاد جلوكوز ليفل. طبعا على بسرعه كده على البرين فاضل بس الكلمه الاخيره، اسم الدراج بس وخلاص. لا مفيش دراجز الى الان، انا دي هرمون، لكن لسه الى الان اللي هو التشالنجز اللي هي بتقابلنا ان لسه الدراسات اللي اتعملت عليه قليله جدا خاصه في الهيومنز. فدي بقى اللي احنا بنقول عليه اللي هو ايه الريكومنديشن، ان احنا نحاول نشوف ايه هي الايه الدراجز اللي ممكن تقلل لنا الاسبروسين، ونحاول ندرس ايضا نعمل مور ستادينج على الاسبروسين من اجل ان احنا نعرف ان هو لان هو بيشارك في الباثوجينيسيس ايضا بتاعه الدايبيتس، الباثوجينيسيس بتاعه اللي هو الاوبستي، الباثوجينيسيس بتاعه البوليسيستيك اوفري. وجدوا ايضا ان في الناس اللي عندهم بوليسيستيك اوفري سيندروم ان عندهم نسبه اللي هو الاسبروسين بيكون عالي في الدم عندهم. ودي دراسه بتوضح لنا الفرق ما بين الاسبروسين في الناس النورمال والاوبيز. ادي في الناس الاوبيز شوف الاسبروسين قد ايه، وفي الناس النورمال قليل قد ايه. ايضا دي دراسه اتعملت ما بين الميل والفيميل الاوبيز والنون اوبيز النورمال، وجدوا ادي الايه النورمال، ادي الفيميل، الفيميل اهوت بالنسبه للنورمال كونديشن للنورمال هيلثي بيرسونز فيميل الاسبروسين بيكون عالي عندهم مقارنه في الاوبيز عن النون اوبيز فيميلز. بكده نكون احنا خلصنا المحاضرة بتاعتنا، ومعلش معذرة على الإطالة، وأشكر الحاضرين جميعا وجزاكم الله خير. شكرا يا أحمد، إنجزت فأوجزت أوجزت فأنجزت. ناوي يكون دكتور محمد غازي آخر محاضرة. دكتور محمد غازي.